اهلا يا جودي، مرحب. ايه فيه ايه؟ مالك؟ ابوك قال لو ما نزلتش المندرة وبص ايديه ورجليه هيموتك. هيموتني؟ طب خليه يموتني. وحيل افطار مرعي ما هياخده من حد غيرك. اللي عاوزه يعمله يعمله. خلي بالك من روحك يا ولد ابوي. وقال لك ميت الكلام دي امبارح في الليل، بس المشكلة في المكفي مناع. ماله مناع؟ قال مستعد انه يكتفك ويضربك لو لمحك هوبت ناحية المندرة. ومناع يقول كده ليه؟ لما ابوك قال له يا مناع لو ولدي طلع عن طوعي هتعمل ايه؟ قال له كتفه يا حاج وامسكه واقول له وطي على رجلين ابوك بوسها ويده قدام كل عماله واكسر مناخيره. هو فيه بعد الابو؟ ايه؟ حتى ابوك قال له تقدر تكتف يا مناع؟ ده كان يموتك. قال له ولا يقدر يموت فروجه، والطبنجه اللي في جيبه دي في شنج احطها له في عينه. مناع؟ هو ابوك ضحك وقال له اتفقنا يا مناع. مناع خد ما اقول لك. خير يا جود امير. دلوك اسمع الحديد زياد، خير لو جرب من ابوه هتبقى فيه مشكله كبيره. ايه مشكله كيه يعني؟ خير شايل من ابوه وناوي على الشر، وانت عارفه النار وحاميه. يعني ايه هيفتح في ابوه؟ يا عم مناع افهم الموضوع، موضوع كبير وانت ما يرضيكش ولاد الحاج محمد يقعوا مع ابوهم. لا يا ابوي ولا يرضي حد. يعني دلوقت لو دخل على ابوه المنظر وزعج ولا شتم ينفع؟ لا ما ينفعش. يبقى نعمله ايه؟ ما ندخلهوش المنظر ونمنع الشر من على الباب. تمسك انت وانا معاك باي طريقه ونصلحوهم على بعض. ماشي يا ابوي، بس مين يعني يقدر على اخوك خيري؟ اسمع الكلام، احنا نمسكوه ونقول له عيب حب على يد ابوك وعلى رجله، وتفضل ماسك فيه لحد قلبه ما يحن ونصالحهم على بعض. ماشي يا ابوي، بس خليك جاري يا ابو العم. عيب يا عم مناع، احنا عايزين نطفوها ولا نولعوها؟ غير الدب خالص. ايه في ايه؟ هتكلم روحك؟ اكلم روحي يا ابوي احسن ما اتكلم وحد يسمعني. خلص يا جوده وقول ما بحبش لت وعجن الحريم. الطبنجه في يده على طول وكل شويه هيقول لازم اخد حقي لازم اخد حقي. ياخد حقه من مين؟ ما هو ده السؤال اللي انا سالته له. وليه سالته؟ ما انتوا خلاص دكتوا لحم بعض. انا اتهنت، انا اتهنت، مفيش على لسانه غير الكلمه دي، اتهنت ولازم اخد حقي. عاوز ياخد حقه مننا؟ عاوز يموت ابوه؟ بعد الشر عليك يا ابوي، ده كلام الباب وبكره يهدى. لا ما يهداش، انا عايزه يجي يموتني يا جوده. يا ابوي ده بخ شيطان وعقل عيال، معقوله يعني هيرفع السلاح على ابوه؟ قلت لك مش هتخش. انت هتمنعني يا مناع؟ واكتفك، خش حب على ايد ابوك ورجله. طيب وريني هتكتفني كيف؟ حتى لو موتني مش هتخش. ايه ايه في ايه يا خير؟ بعد يا ابوي خش جوه دلوقت، ده ناوي على الشر. رافع سلاحك في وش مين؟ خير عيب ابوك. اللي عاوز يموتني ما يبقاش ابوه. تعال تعال يا خير يموت ابوه. انت اللي عاوز تموتني مش انا. صلى على النبي يا ابوي وتخلي مناع يكتفني ويحطني تحت رجلك. انت عليك يا حاج. مين اللي قال لك كده؟ بعد يا ابوي السلاح في يده. اخرج انت. مين اللي قال لك انها موتة؟ انت اللي عاوز كده. ضربتني وحملتني دم مرعك، ودلوقتي شايتك وطرق مننا. اديني قدامك اهو يا ابوك. اللي قدامي رافع سلاحه في وشي. ده مش في وشك انت، ده في وش اللي يمنعني اني اخش لابوي. يا ابوي انا خدامكم. وخدامنا يكتفني ويكسر مناخيري ويحطني تحت رجلين ابوي. مين اللي قال كده؟ استهدى بالله يا ابوي، صلى على النبي يا خيري، عيب كده. هنت عليك يا ابوي، هنت عليك.
أكتر واحد في الدنيا هيحبك. خيري خيري، روح أهدي يا بوي. شو ده؟ نعم يا بوي. هتهدي مين؟ خيري. خيري؟ ومين اللي خلاه كده أصلا؟ الشيطان والغل. الشيطان يقدر يعمل ايه في غل البني ادم؟ ها؟ هروح واجي. وقف مكانك. الشيطان استعيذ منه يتخزي ويصغر ويطير من وشي. لكن انت هعمل فيك ايه؟ انا مالي؟ انت تسيب اللي يقف في وشك وتمسك في رقبه الغلبان؟ غلبان؟ قريب يا جود. كمان بص في عيني. دلوقتي بس عرفتي مين اقسى قلب في ولادي. انت ظالمني يا بوي. مش قادر ابص في الضلمه اللي جوا قلبك. أنا مالي؟ أنت عاوز مين فينا يموت التاني يا جودة؟ ليه يا بوي؟ كنت عاوز مين فينا يقتل التاني؟ بعد الشر. الشر قدامه لابس صورة ولدي. كنت عاوز نقتل أخوك ولا عاوز أخوك يقتلني؟ ولا عاوزنا نقتلوا بعض؟ أنا عايز أمشي. هتمشي من البيت ومش هترجع تاني ابدا. ايه؟ تاخد مرتك وعيالك وتغور. اهو اللي ليك صار عدوك وانت مسلمها لله. اهو اللي ليك صار عدوك وانت مسلمها لله. ما عرفت غير بس توك سكة حلاوة الله، سكة حلاوة الله. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي.